من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ الخلفاء الأربعة، نعم، وطلحة والزبير وسعد وسعيد، نعم، وعبد الرحمن بن عوف، نعم، وأبو عبيدة بن الجراح. من هم أولو العزم من الرسل؟ أولو العزم من الرسل قيل إنهم جميع الرسل، ومن تكون بيانية، وقيل إنهم خمسة فتكون من تبعيضية، تكون تبعيضية. وهؤلاء الخمسة هم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. نعم، الخامس نوح، خامس نوح عليه السلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء خمسة، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، كما في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ذكر خمسة، نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين.